طيب احنا دلوقتي نغير الكواليتي بتاعت ال يعني البرود بوست واللايف كيست. لا ده ملوش دعوه بالرندر. لا ده ماتيريال. في غلطات في الصوره بتبان تقول لك لا ده عيب رندر. في غلطات في الصوره بتبان تقول لك ده عيب اضاءه. في غلطات في الصوره بتبان تقول لك ده عيب ماتيريال. فالغلطه دي لو حصلت معاك ده عيب ماتيريال مش عيب. اللي هي الحركه المهزوزه دي اللي هو مش شارب صح؟ مش شارب ده عيب ماتيريال. يعني عندي طبعا صوره انا عندي حتى الالوان بتاعت مش انا كده عندي هرجعها تاني رفنس انا عشان خاطر ايه لقيتها مظبوطه 2.95 كده رجعتها تاني زي ما هي كده. احنا ما لعبناش في يعتبر بقى الريندر ده هنكمله احنا ما لعبناش في اي ايه في اي حاجه ايه دي بس يعني هي يعتبر كده هناخد برات بقى احنا كمان هنرندر بقى رندر تاني هنرن كده هناخد واحد ازاز بعد كده هياخد ريفراكشن يعني ممكن توصل لحاجه كده ريفراكشن يبقى الريفراكشن بيديني انكسار الضوء اي او ار اندكس اوف ريفراكشن لو عامل انكسار الضوء اي او ار اندكس اوف ريفراكشن لو عامل انكسار الضوء بزيادته بيبقى تحس ان الازاز ده سميك وفي ناحيه ضوء فيه بتقليله بيبقى الضوء تحس ان الازاز خفيف كده ومش مش مش تخين كده مثلا زي ازاز ال ده في الايه في الاندكس اوف ريفراكشن اوكي هنزوده شويه الاندكس اوف ريفراكشن 2.5 حصل ايه هنا؟ الازاز بان بايه بمنظر مختلف وبيبان بمنظر ايه؟ بمنظر احلى هنا دي برده نفس الكلام الجلوسنس لو انا بزودها للريفراكشن بيبقى ازاز مصنفر اللي هو 0.9 مثلا حاسس ان الازاز حصل فيه ايه؟ يا خلاص يرندر الصوره ان هو طبعا بيرندرها كده في الماتيريال برضه بس هتاخد وقت شويه في ال برضه ايه ما تزودهاش قوي كده بص انا كنت عاملها ايه 0.9 مثلا ده كده يعتبر حاجه حلوه قوي اصل انا على البراد اللي انا ماسكه المفروض اللي هو البراد بتاع الازاز ده بقى ايه بقى الازاز اوت دبليو هرجع كده المشهد ما فيش فيه اي حاجه هعمل سيف على الماكس وابتدي ارفع طيب احنا دلوقتي عندنا الماتيريال بتاعت الجري نمسك مثلا اي واحده من دول بسرعه كده الديفيوز هو اللون الرفنس كوشنت الماده الريفراكشن انعكاس الماده الريفراكشن انكسار ضوء الماده
ممكن الريفركشن دي احط فيها ابيض او ريفركشن احط فيها ابيض، لكن ما ينفعش يكون احط فيهم ابيض، لان هي كده يا كده. ممكن في المرايات ابقى دي ابيض، لكن ما ينفعش تبقى دي فيها ابيض، هي لازم. لكن في الازاز، الازاز ممكن تبقى دي فيها سنه كده زي ما انا عاملها ابيض، ودي فيها ايه لون. طبعا شفت لك الازاز فيها لون ابيض، تمام. فدي مهمه جدا جدا جدا. لو انا حطيت في الهاي جلوسنس ده واحد، يبتدي ان هو بص كده، يبتدي ان هو الحته اللي فيها انكسارات هو اللي يحصل فيها النغمشه، بس الحته اللي شايفها كده الجزء ده ايه الجزء ده بس يحصل فيه النغمشه. لو حطيت في الريفليكشن جلوسنس واحد، يبقى معنى كده الايه، ان الكره كلها لما كماتيريال بقى كاساس كله هو اللي بيحصل فيه الجلوسنس، يعني مش الريفليكشن. هنا ده في الريفليكشن، ده في الهاي ريفليكشن او هاي جلوسنس. البيرسون احنا قلنا بيعالج الريفليكشن بكذا معادله. لو عملنا عليها اكل كده بصوا شكل الازاز بيختلف. الاحسن نخليها على حسب، لان برضو في حاجات يعني مثلا النجف والحاجات دي ما بتخش بيرسونال ريفليكشن، اللي هو كريستال والحاجات دي، تمام. لكن الكوبايات دي الفرق ان الازاز العادي لا ما تخش. حته الايز كلر، لو الازاز ده عايزين يطلع لون لما الاضاءه تخش فيه تطلع بلون، فبنحط اللون ده هنا بس كده. على فكره ده مش معناها لون الازاز، عشان برضه في ناس كتير جدا بعد ما بعمل الموضوع ده يقول لي او الازاز اتلون احمر، لا هو الازاز ما اتلونش احمر، هو الضوء لما بيخش في الازاز يطلع بالاكزيت كلر احمر، ده لون الازاز يا جماعه، تمام. لكن ده الاكزيت كلر بتاع الايه؟ بتاع الازاز. حلو. ازاز الملاية لما بترندري من بره يبقى شبه المراية بنسبة 50%، يبقى ريفريكشن 50%، تمام. مش عايزة تبين حاجة من جوه يبقى متعمليش ريفريكشن، يبقى بتخليه اسود، لان احنا لو عملتيه درجة ابيض هيبقى اساس هيبان اللي جوه، انت مش عاملة موديلنج جوه، انت عايزة ترندري ويبانك انه ايه، انعكاس السماء عليه وانعكاس الارض عليه فقط لا غير، يبقى مراية. هو صحيح ازاز الريفليكشن هو 50% والريفراكشن خلاص مش محتاجين انت، الا اذا انت عامله موديل وعايزه تبينيه ورا. فلو عايز عندك موديل وعايزه تبينيه يبقى تخلي ده 50% وده 50%. طب لا اللي فوق بقى الارض بلوكمنت دي بنغير فيها ولا لا؟ انا اعتقد ان الريفليكشن عن الارض. لا ما احنا قلنا بيرسونال ريفليكشن، في بعض الازاز بيرسونال ريفليكشن، في بعض الازاز ما بياخدش. لو مول لا هو يعتبر ريفليكشن، يبقى ده اللي خاص بالمرايه عشان ما يتلخبطش، وده اللي خاص بالايه؟ بالازاز. اوكي؟ ده اللي خاص لو هي مرايه يبقى ده، سوري هنخلي ده اسود، ده الاكزيت كرر، نعمل كده علامه صح، نخليها معاك. طيب ده واخد انهي براد؟ اعتقد البراد ده اعتقد كده صح ولا نشوفها من بره ده كده. ايوه هو ده صح، المنظر ده عليها بالمنظر ده، يبقى هو ده البراد اللي كان معايا. طيب البراد الماكسيموم ديبس هنا وهنا 5 صح؟ معناها ان كل الارقام دي كل ده كده مضروب في 5 عشان يطلع المنظر ده. في الريندر بتاعي طبعا ما بحبش اشرح الحاجات دي كلها مره واحده كده، تبقى ايه جلسه قوي، تمام؟ بس هناخد حاجه دلوقتي اسمها جلوبال سويتشز. في الجلوبال سويتشز دي على فكره احنا خدنا دي في فريم بافر امبارح، واول اثنين دول ما لهمش اي لازمه. ده بيقول لك ان الفري ريل ليه حقوق ملكيه فكريه، وهنا اباوت فري ريل ايه هو التيم ممكن يعمل ايه. دي خدناها، دي بقى الجلوبال سويتشز دي. عندنا في الجلوبال سويتشز دي في حاجه اسمها اوفر رايت ديبس، شايفين كده؟ اللي هو مش ده الماكسيمم ديبس 5، لو كتبت هنا رقم ثاني يبقى 5 في 5 في 25 ويتضرب في كل ده. بس ده بقى ايه؟ يعني الجلوبال سويتشز يعني لكل الماتيريال.
يعني مش حاجه واحده، حتى لو الاضاءات فيها حاجه اسمها كلمه برضو ديبس هيفضل في الاضاءه. يبقى ممكن الكاري ده مفتاح عام موجود كده بره، هم حاطينه بره عشان خاطر لو المشهد حسيت ان الديبس بتاعه عايز يزيد شويه فتحطي 10 هنا يعني. طبعا ده بيزود وقت الريندر بتاعه من 5 ل 10. تمام؟ لا لا، المقصود بالديبس هنا ان كل رقم من ارقام الفي ري ليها معامل تتضرب فيه، هو ده المعامل. يعني هنا مثلا الهاي جلوسنس واحد في 5، يبقى المفروض الهاي جلوسنس الاصل بتاعه 5، يبقى ده المفروض الاصل بتاعه 5 عشان اتضرب في 5، وهكذا ده وهكذا ده وهكذا ده. لما بشغل ده كمان لو حطيت هنا 10 يبقى المعامل 10 بقى الهاي جلوسنس بدل 5 بقى 10. بس بدل ما اقعد ازود في المتريالات دي كلها، افرض عندي 20 ماتريال وحاطط 20 اضاءه، هعمل سكوم واحده واحده ازود فيها الديبس. لا هنا ده بزود في الرقم ده بيزود لي. طب وبلجا للحاله دي امتى؟ المشهد بحس ان هو مفيش فيه كونتكست، وحاسس ان المشهد بهتل شويه. بعد كده انا ازود الرقم ده فتديني ايه ديبس في المشهد عادي. طب انهي اللي احسن للرندر؟ لا طبعا تقليل الرقم. لو الصوره طلعت معاكي معقوله. مثلا ازوده هنا ولا ازوده هنا؟ ما لو هتزوده في المتاريال هتزودها مره واحده فقط. لما بتزوديه هنا هو بيزود ال 20 متاريال مره واحده، فانا لما باجي ازوده في المتاريال مش فارقه. وقت الرندر يدخل في وقت الرندر هل من 5 ل 10 يدخل في وقت الرندر. احنا في حكام اسمها جلوبال سويتشز، يعني مالناش دعوه بالماتيريال دلوقتي، دي مش خاصه بالماتيريال، دي خاصه بالرندر الديريكت عام. من حاجات الجلوبال سويتشز حاجه اسمها اوفر رايت ماتيريال. في الاوفر رايت ماتيريال انا ممكن احدد ماتيريال كده، وفي الماتيريال دي اخليها فيري ماتيريال لونها رصاصي، اشدها ارميها على الاوفر رايت ماتيريال واخليها من نوع انستنس، هتتربط معايا في الاوفر رايت ماتيريال. معنى كده لما اجي ارندر انا برضه عملت مفتاح عام للماتيريال، تمام؟ مع اني حاطط ماتيريال في المشهد بتاعي، بس لما اجي ارندر هلاقي كله رصاصي. طب ليه عملت الحركه دي؟ عشان خاطر اعمل تيست لجوده الاضاءه، ومش عايز اضيع وقت في انعكاسات والانكسارات والريفليكشن والريفراكشن، ملوش اي لازمه. انا بعمل تيست للاضاءه واشوف جوده الاضاءه. والله انا ببص هنا في الاضاءه لقيت ان الشغلات عايزه تتحسن شويه وشغلات مش نظيفه، ما كانش الكلام ده باين في موضوع الريفليكشن والريفراكشن. فبدل ما اعمل كده واقعد بقى في كل ماتيريال امسكها واشيلها من هنا ومن هنا واشيل البرادات واشيل الدراب وابوظ الدنيا، وبعد كده ارجع تاني وانا اظبط الاضاءه ارجع تاني احط الماتيريال وهنا ولا هنا. فممكن اعمل حاجه اسمها ايه اوفر رايت ايه ماتيريال، وهي ليها علامه صح بشغلها واقفلها زي المفتاح برضه، تمام؟ انا مش عايز اشغل الاوفر ديبس دي كمان، يبقى دي عليها علامه صح بشغلها وايه واقفلها. ممكن ان انا شايف ان الماتيريال الازاز دي مهمه قوي دي، ودي موجوده في البراد رقم تي بوت 005، ممكن اقول اكسكلود تي بوت 005. يبقى معنى كده لما هرندر هنشوف الازاز. وطبعا احنا خلي بالكم كنا عاملين الاكزيت كارد بتاعه احمر، طلع اللي يقول لي الاحمر ده جاب منين؟ اقول له الاكزيت كارد بتاع الماتيريال دي احمر. مش لما عملت اكسكلود من تي بوت 005 اعمل اكسكلود الماتيريال بتاعت البراد معاه، اللي هي المفروض الماتيريال الازاز اللي فيها ايه؟ لون احمر. طلع المشهد طلع طبعا حاجه اسمها كمان ايه انكسارات الاضاءه تحت، خلاص بقى المشهد كامل متكامل. يبقى احنا كده خلصنا برضه ايه الجزء ده كله في الماتيريال، وعرفنا الجزء اللي هو نرجع تاني للبرايمر. ماشي الجزء ده لو عندك ماتيريال في ديسبيسمنت دي المفتاح بتاعها، لما تعملي كده كل الديسبيسمنت تتشال، لان الديسبيسمنت بياخد وقت في الرندر، فبتوقفيه لغايه ما ترندر وتبقي راضي عن شكل الرندر، وبعد كده تشغلي الحاجات اللي بتاخد وقت في الرندر. برضه من موضوع جلوبال سويتشز مفاتيح عامه زي مفتاح الميه كده العام للبيت، لما تقفلي مفتاح الميه او محبس الميه يقفل على البيت كله الميه، هنا برضه تقفلي دي يقفل على الماتريالات كلها ديسبيسمنت. الجلوبال سويتش الديسبيسمنت ده عباره عن ماتيريال تعملي كده، عايز تعملي جبل، عايز تعملي حاجه، بدل ما تعملي موديلنج بتجيبي صوره وتحطيها على الماتيريال هي بتطلع لك شكل الجبل عندك. عايز تعملي حفره على الخشب تعملي ديسبيسمنت، عايزه تعملي
زي البامب بس اقوى شويه، بتعمل بقى موديل. البامب بتدي انكسارات بس في الدور، لكن الديسبيسمنت بيعمل ايه؟ موديل. دونت ريندر فاينل ايمج، مش الريندر بيبقى عباره عن صوره كده تقعد تبقى منغمشه بعد كده بتبقى واضحه. لو عملنا الحركه دي هيخليك منغمشه بعد كده يقول لك خلاص شكرا مش هكمل. مش محتاج تبص يعني، هو في الصوره الاولانيه المنغمشه دي بيبقى باين قوي التوزيع. بص عمل ايه؟ خلص الصوره المنغمشه وخلاص وما كملش كده. طبعا حاجات كده بتصرف عشان تبقى الريندر سريع وتشوف الحاجه قبل ما ترندر الريندر الفاينل اللي هو بياخد وقت شويه. اللايتس لو عملتيه طبعا من اسمها ده جلوبال سويتشز، واخر حاجه اسمها لايت بيبقى بيعمل ايه؟ بس كده هيقفل دلوقتي في النشاط. في لايت انت بتعمل له هيدن مش عايزك تشوف فيه برضه بيقفله كله. تمام؟ دي القائمه اللي كلها احنا في حاجه اسمها الاكسبورت برضه فيها يعني ادفانسد اكسبورت. يعني كل قائمه بتلاقوا فيها ايه؟ حاجه كده سهله وحاجات كتير. هنا بقى بص بيقفل اللايت، بيقفل الشبكه، بيقفل الجلوبال اليمنيشن، بيقفل الهيدن لايت، بيقفل اللايت اللي هو حاجه اسمها بروتو ستاتيك اللي هو اللايت اللي هو بيبقى مش طالع من الاضاءه المباشره، بيبقى طالع من الماتيريال ومنعكس عليه. بيقفل حاجه اسمها الفورس باك كالينج اللي هو لو انت بتبص للمستوى من الناحيه الثانيه ما بتشوفوش، لما تعملوا الحكايه دي هيقفلها لكم الموضوع ده. اللي هي المستويات بتاعت البي بي او الماكس بيبقى انت بتبص من اتجاه تشوفوه من اتجاه الثاني بتلاقوا ايه؟ ده كل ده لازم في الاخر تشيلوه. هو بتعملوه من غرض ان انت عشان ترندر رندر سريع عشان خاطر تشوف الصوره. لازم كده كده يكون كل العلامات دي لازم لازم انت حاطين من الديسبيسمنت هتشوفوها. لا انت عايز ايه بس انت بتنظره. لا الثانيه دي لو انا عايز اشوف المشهد من النكهه بتاعتي بس بتفرق معايا في الرندر الثاني؟ هنا برضه يقفل المابس كلها، يقفل الفلتر مابس، يقفل الفلتر الموجود على الجي اي، يعني حاجات ادفانسد ايه؟ طبعا الماكس سيدي ماكس فوتومتر فلايت لو انتوا حاطينها بالغلط يقفلوها من هنا على طول لان هي طبعا ما بتندرش مع بس يعني خلوها في الوضع العادي في البولت الحاجات الاساسيه دي. اوكي؟ طيب انا هايد لحضرتك جوجل فايل دي بتتحمل في الريندر على الفايل؟ لا بتتحمل طبعا. عندنا هايد لا لا فيها هايد بس هي طبعا بتتحمل حجم الملف الماكس. لو هي فيها فيرتكس كتيره بتلاقي حجم الملف الماكس كتير، لكن في الريندر ما بيعملش حاجه كتير شويه. اوكي يبقى احنا كده خدنا كمان قايمه ايه سريعه كده من هنا عشان خاطر يبقى خدنا وصلنا لغايه الجوجل سويتشز. يعني كل ما بيجي سريت حاجه بناخدها معانا ايه احسن. تمام؟ الانتي الياس دي هناخدها برضو عشان احنا بنتكلم على حته الايه البيكسلات اللي بتتاخد في الصوره. نكمل الماتيريال. اول حاجه ماتيريال اسمها تو سايدد ماتيريال، دي ري تو سايدد ماتيريال. تحسيب انك دي ري تو سايدد ماتيريال هي ماتيريال الغرض منها ان انا بدي وش تو سايد زي ما احنا كنا بنقول المستوى اللي احنا بنبص عليه ساعات بنشوفه في مستوى المستوى التاني ما بنشوفوش. طب افرض ان عايز ادي المستوى ده اللي هو ده تو سايدد ماتيريال، تعالى ما نعمل كده نسيب المشهد نعمل ريسيت نبقى ايه ده مستوى. تمام؟ المستوى ده قسم طيب. المستوى ده هقلب الرندر بتاعي يبقى زيرو. وشغل مش هشغل الرندر عشان ما نضيعش وقت في الرندر. وهحط إضاءة برضو حاجة بسيطة كده. ومستوى ارض ده عشان بس انعكاس الاضاءة دي عندك.
من المنظر ده كده احط الماتيريال اسمها ديري، يبقى عندي في الفرونت احط ديري ماتيريال مثلا وليكن حمرا، اوكي، وفي الباك ماتيريال هشارك بس دي كده معايا عشان تديني الباك ماتيريال، هتديني جري برضو وليكن ده احمر وازرق، اداني لون ايه؟ المبنى اللي هو بين الاحمر والازرق. لما بحط دي كده على المستوى ورندر مش حاسس ان انا ناسي حاجه، لا قلب بنفس اللون. يبقى انا عملت ايه؟ عملت ماتيريال، الماتيريال دي مش هكمل بقى رندر، مش لازم اعمل الوضع التحليلي. يبقى الماتيريال دي هي الغرض منها طبعا ممكن ترجع له الماتيريال الاصل عن طريق اللي هو التيرال كده، الزرار ده كده بيرجع له الماتيريال ايه؟ الاصل بتاعي. بيدمج الاثنين الفرونت والباك بس كده. بيدمجهم هما الاثنين مع بعض. ماتيريال صغيره كده بس ايه؟ يعني كلر، يعني يدينا كلر ميكس ما بين الاثنين. بس هي طبعا انا عامل كده عشان تفهموا الموضوع الميكس، لكن هي ممكن تدمجي ازاز مع بلاستيك، تدمجي ستانلس مع نحاس. في حاجات كده في دماغي تقولي حاسه الماتيريال دي تبقى حاجتين مع بعض. فانت مش عارفه تعمليها، بس هو ممكن بالماتيريال دي تحطي ماتيريال كبيره بتاعت الجري وتدمجها مع ماتيريال ثانيه. صح، هحط لكم اللي انت اكزامبل مش اكتر. انا ممكن الماتيريال دي داخله في بعضها بس بشكل مش جديد. لا طب من جديد يعني تبقى مثلا نص كفايه ونص لا نفس الكلام في البلند ماتيريال، حاجه اسمها بلند ماتيريال. بلند يعني خلاص، بلند ماتيريال يعني برضه شويه كده تسع ماتيريالات مع بعض يطلع لكم ايه في الاخر؟ سبعه كمان طبعا. هو بالظبط نفس الموضوع. ممكن نستخدم البلند ماتيريال؟ القماش ماتيريال عادي. عادي. طب بلند ماتيريال دي ما ينفعش نستخدمها في مثلا عندنا شكل ازاز مثلا. كل واحد كل جزء بيوم؟ لا دي قصه ثانيه. انت حاجه اسمها اي دي في الموديلنج. يعني غير دي يعني عندك بلد. في الاي دي ما هو ده الحل، الاي دي في الموديلنج. انت بتعمل اي دي في الموديلنج. بص ده نفس اللون يا جماعه، بصوا نفس اللون. ان انا ايه هو بس الميزه هنا ان انتوا ممكن تزودوا لغايه 9 مثلا. الثانيه كانت مكتوب مثلا. لو رندرنا برضو نفس اللون. لا دي بتاخد مساحتين وتلخبطوا في بعض. فالقماش والحاجات دي بيبقى لازم صوره، لازم بامب، لازم سبليسمنت، لازم اي دي في الماتيريال، لكن ده حاجات كده بسرعه. انا شفت الماتيريال في الموديلنج وبتجيب الماتيريال. الكاربنت احنا خدناها برضو كتير قوي. الفاست دي اس 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 2 تعملوا منها البشره بتاعت لو انتوا بتعملوا كاركتر موديلنج تعملوا منها البشره بتاعت الانسان. ممكن تاخدوا منها شويه حاجات تانيه، بصوا كده خشوا جوه هتلاقوا ايه سكين براون، البشره براون، بينك، الناس اللي بشرتها صفراء، الناس اللي بشرتها اي حاجه ممكن تاخدوا منها، حتى كاتشب ماتيريالات كده ايه حاجه فان يعني. ووتر اورنج جوس. لا انا مش فاهم انا عاملين ماتيريال ووتر يعني انا ممكن تاخد من هنا بس ما بناخدهاش برضه من هنا. تبقى بص حطيناها كده ما تبقاش حلوه قوي. تقوم ميه كده شويه الازاز كده مش حاطط لها بامب وحاجات زي كتير. مش حلو قوي يعني. طبعا الماتيريال دي برضه ماتيريال حاطينها عشان خاطر الناس اللي بيشتغلوا اصلا اللي عايزين يعملوا مش بالووتر ولا الحاجات اللي هي بتاعت بشرة الإنسان وكاركتر الموديل والحاجات دي كلها. فليكس ماتيريال لو انتوا عايزين تدوا ايه نقط حاجة فيها فليكس، فليكس كده زي ايه؟ زي بقع. يعني عايزين تعملوا حيطة مثلا وتطرطر عليها حاجات كده. دي اسمها فليكس ماتيريال. بصوا كده انا شايفينها بتبقى ايه؟ شايفين هي عبارة عن نقط كده وخلاص.
وشغلت لكم الباك جراوند دي بريتوزيان حاجه زي كده نقط كده بس وخلاص. ويبقى ليها حاجه اسمها نويز كده راندوم. ده السكيل بتاعها ده السكيل بتاعها السايز بتاعها. هنقول مثلا هو ايه 5 مثلا. فايه هتلاقي السايز بيكبر معاكوا شويه. بص بقى عامل ازاي الجريدر ده بيبقى حجمه ايه كبير كده. ففي افكار برضه ليها، يعني ممكن الواحد يستخدمها ان هو يعمل ديكوره على الحيطه بيها اللي هي عارف حاجات مترطشه كده. اللي بيستخدمها مع العربيات عشان خاطر بيعمل ايه، دايما بيقطع عربيات تلاقيها فيها نقط رفيعه او زي الرمله. النقط دي ممكن نصغر الفليكرز دي ونحطها في البنت كارز. فبندخل متريالين في بعض. طبعا ده اكيد ايه اللون ونفس الكلام البروسنس ده كل ما بتزودوه كل ما بيديك خشونه في اللمعه بتاعت الايه السايد بتاع الجرين. الهيد ده ماتيريال بس مش حلوه. دي بتعمل ايه؟ دي بنعمل كده مثلا عايزين نعمل هيد للكاركتر. ففي هيد طبيعي جوه الجرين هو ده. بص يا جماعه هو ده هيد بقى وبيطير مع الهواء وكل حاجه موديلنج. بس طبعا بياخد وقت طويل جدا في الرندر عقبال ما بيطلع ويتكلم. طب الكاربت لو احنا عايزين نعمل شعر بياخد وقت في الرندر طويل. ما اخدش من ده وقت. انه بياخد وقت في الرندر طويل جدا. فحرام يعني انت عايزه تعملي سماكه او حاجه زي كده. ممكن السماكه في منها تبقى انجلد مثلا فيها طالع شعر كده منها. دي ممكن تعمليها بس خلي عدد شعره قليل والتخانه بتاعته تخينه عشان خاطر وقت الرندر. تعمليش الشعر الناعم الصغير. في حاجه زي البريد ليه مثلا دي من جوه البريد برضه ممكن نعمل بيها شعر. في بس هي اسمها بريد فيلر. دي برضه بتقل الشعر. بتقل. من احنا بنستخدمها من هنا ولا من هنا؟ بصي انا هديكي كده مثال اهو. لما احنا فتحنا السيره دي فهناخد كوره. اسمها هيرو هير فارم دي. بص تحت فوق هنا اهو. او تدخلها صورة اللي بتحطها. او تدخلها زي ما انت بتقولي النون بقى من هنا. تمام؟ ده موديل محل بس فده مش لو رندرنا. طبعا هو كده واضح ان في اوفر شوت نتيجة ان المستوى ده قريب قوي منه. انا ممكن ابعده لفوق في نفس الوقت اكبر المستوى عشان اخد سوفت شادوز واقلل الرندر تاني. ممكن ادوم عليها عشان احنا عايزين نشوفها بس. اشغل من حاجه اسمها ايه؟ سيف فريم عشان اشوف انا هرندر ايه بالظبط.